بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله. كنا بنتحدث في المرة السابقة عن البناء الوجداني، وعرفنا الوجدان وقلنا هون بيشمل العواطف والانفعالات عند الإنسان، وأن هذا الجانب ضروري جدا ويؤثر على سلوك الإنسان من ناحية تقبل بعض الأمور وعدم تقبل أمور أخرى. ذكرنا النقطة الأولى وهي ما يتعلق بضبط وتوجيه عواطف المتعلم، مثل تكوين عاطفة الحب والكراهية لدى الإنسان، وهذه العواطف هي ضرورية موجودة في الإنسان وإشباعها مطلوب، فالإنسان إن لم يشبعها بالطريق الصحيح سيشبعها بالطريق المنحرف غير السوي، لأنها تحتاج إلى إشباع. مثل دافع الطعام لدينا، نحن الإنسان يأكل الطعام الموجود، إن وجد الطعام الذي فيه قيمة غذائية عالية الإنسان يسد جوعته وحاجته، لكن إن لم يوجد إلا الطعام الرديء الذي لا يكاد يسد الحاجة، إن لم يوجد إلا هو خلص الإنسان يسد جوعته بهذا. ليه؟ لأنه هذا شيء أساسي في الإنسان. نفس الشيء عاطفة الحب هذه بتحتاج إلى إشباع وممارسة، إنه الإنسان يمارس ما يشبع هذه الحاجة، فإن لم يجد إشباعا لهذه الحاجة بالطريق الصحيح زي ما قلنا حب الله ورسوله وحب الانتماء للأسرة وللوطن وللمسلمين إلى آخره، سيبحث الإنسان عن نوافذ أخرى. تحدثنا كذلك عن حب الإيمان، كيف أن الإسلام وجهنا إليه، وكراهية الكفر والفسوق والعصيان، عاطفة الفرح كذلك والسرور، وكيف أولويات الفرح والسرور عند الإنسان المؤمن. في له أولويات، أكيد هو بيفرح بأدنى الأشياء كما أنه يفرح بالأشياء العظيمة، لكن في هناك أولويات، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. كذلك موضوع التحكم وضبط الانفعالات، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، هذا الشيء تكلمنا فيه المرة اللي فاتت. حدثنا عن مدح القرآن الكريم لمن يضبطون انفعالاتهم والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. اليوم إن شاء الله تعالى سننتقل إلى النقطة الثانية من البناء الوجداني المتعلقة بتربية عواطف الخوف والخشية من الله والخشوع في نفس المتعلم. الذي يعنينا أكثر هو التفريق بين الخوف الطبعي في الإنسان، الخوف من الأمور التي تخيف الإنسان، الزلازل والبراكين والكائنات والوحوش وغير ذلك، وبين الخوف من الله سبحانه وتعالى في مسألة الأثر. إيش الفرق بين الخوف من أي مخلوق وبين الخوف من الله سبحانه وتعالى؟ هل هناك فرق؟ بالتأكيد حيكون في فرق في النتيجة. إيش الفرق الأساسي في الموضوع؟ لأنه الموضوع واضح تماما، وربنا سبحانه وتعالى أمر بأن نخشاه ولا نخشى أحدا سواه، وأن نخافه ولا نخاف أحدا غيره، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. مسألة إخلاص عاطفة الخوف والخشية لله هذه من علامات الإيمان ومن دلائل الإيمان، لكن ما الفرق بين الخوف من الله والخوف من غيره؟ هل هناك فرق؟ في المرة السابقة تكلمنا عن الفرق بين محبة الله، أن حب الله سبحانه وتعالى بالنسبة للعبد ينظم جميع أنواع الحب الأخرى ويضع لها أولوياتها بطريقة دقيقة جدا، حب الإنسان سواء كان لذاته أو لأهله أو لولده أو لوالديه أو للمؤمنين كافة بينضبط بطريقة سليمة غير مشوشة. لكن حب غير الله سبحانه وتعالى له نتائج وآثار عكسية، وآثار يعني وإن كانت تعطي الإنسان لذة في جانب لكنها تعطيه أيضا شقاء وعدم طمأنينة من جوانب أخرى كثيرة. طب الخوف من الله سبحانه وتعالى أيضا، نعم، لكن يؤدي إلى تحسين سلوك وتقويض سلوك الإنسان المسلم بحيث لا يسلك الطريق المنحرف بل يسلك الطريق الصحيح. أما بالنسبة للخوف من شخص آخر أو أي شيء غير الله، فإنه الإنسان يعمل أي شيء ويسلك أي طريق لإرضاء هذا الشخص خوفا من العواقب المترتبة. كويس، نحن عندنا في عرفنا الشيء المتعارف عليه انه الخوف
دائما يتبع بعدم طمأنينة، بقلق، بعدم شعور بالراحة، شعور دائم بأنه الإنسان مهدد، وبالتالي بيكون متعبا من الناحية النفسية. هذا الكلام إذا كان خائفا من مخلوق. ليه؟ لأنه الإنسان إذا خاف مخلوقا هرب إلى مكان يأمن فيه عند غيره. لكن بالنسبة للخوف من الله سبحانه وتعالى، الخوف من الله يورث الإنسان خشوعا وطمأنينة عجيبة جدا. الخوف من الله لا تورث الإنسان شيئا من الهلع يعني والذعر، لا، وإنما تورث الإنسان طمأنينة وراحة غريبة جدا. ليه؟ لأنه بالفعل يعني كما جاء في الحديث لا ملجأ من الله إلا إليه، وفي الآية القرآنية أيضا ورد نفس النص ألا ملجأ من الله إلا إليه. يعني الإنسان إذا خاف الله سبحانه وتعالى أين يأمن؟ يأمن لدى الله سبحانه وتعالى أيضا. ومن هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يبين لنا أنه الإنسان يخاف لأسباب من الله سبحانه وتعالى ويطمئن لأسباب أخرى. فكان من دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بمعافاتك من عقوبتك. يعني هو خايف من العقوبة لكنه يلجأ إلى المعافاة، وكل من العقوبة والمعافاة تكون من عند الله سبحانه وتعالى، ليس هناك مصدر آخر الإنسان يأمن إليه أو يذهب إليه، لا. أعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ برضاك من سخطك. نفس الشيء، الرضا والسخط هذه صفات لله سبحانه وتعالى. فالإنسان بعض الصفات تدعو إلى الخوف، لكن هذا الخوف يولد طمأنينة وهروب إلى الله سبحانه وتعالى مرة ثانية. فالقصد أنه الخوف من الله ليس كالخوف من غيره أنه يورث الإنسان ذعرا وعدم طمأنينة، لا، الخوف من الله سبحانه وتعالى بالعكس يورث الإنسان طمأنينة واستقرارا وسعادة، لأنه له ثمرات تنعكس على سلوك الإنسان. الذي يخشى الله سبحانه وتعالى يكون سلوكه مستقيما، فبالتالي بيكون مطمئنا. لما الإنسان يكون سلوكه قويما وصحيحا وواضحا ويخاف الله سبحانه وتعالى في كل تصرفاته، بالتأكيد سيكون واثقا، واثق الخطى، ثابتا مطمئنا. النقطة الثالثة في موضوع البناء الوجداني تعويد المتعلم على تنقية القلب من العواطف والمشاعر المحرمة. مثال على ذلك يعني لهذا الأمر. أيوة. كويس، هذا الحديث واضح تماما أنه النبي صلى الله عليه وسلم يوجه الناس، يوجه الإنسان المسلم أن يبيت ويجاهد نفسه على ذلك، أن يبيت وليس في صدره غش أو حسد أو حقد على أحد. والحديث الآخر الذي تعلمونه، الرجل الذي خرج فقال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج عليكم من هذه الناحية رجل من أهل الجنة، فكان رجلا متواضعا، متواضع الهيئة واللباس. ففي اليوم الثاني نفس الطريق قال لهم يخرج عليكم من هذه الناحية رجل من أهل الجنة، فكان هو ذلك الرجل. فلما ذهب معه يعني عبد الله على أساس يعرف، وكان حريا أنه حريص على أنه على الخير، يعني لم يكن حريصا على قضية جمع المال وغير ذلك من حطام الدنيا، هو حريص على أن يعرف ما الذي يقربه من الله سبحانه وتعالى. فذهب مع هذا الرجل وقال له يعني في كانت خصومة بيني وبين والدي، فإن أذنت لي أن أبيت عندك 3 ليالي. هو يقصد بذلك أن يتعرف على الصفات التي جعلته من أهل الجنة. فلم يجد أن الرجل يطيل صلاة ولا يكثر صوما، إنسان عادي جدا، غير أنه كما وصفه عبد الله بن عمر قال إذا تعار من الليل، يعني إذا تقلب وهو نائم ذكر الله سبحانه وتعالى. فقال فأنا استغربت يعني ما الصفة التي بلغته الجنة. فقال بعد الأيام 3 قلت له لم يكن بيني وبين والدي خصومة ولكن كذا وكذا، وسمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يخرج عليكم رجل من أهل الجنة فكنت أنت، فماذا تعمل غير ما رأيت؟ قال له، وكان الرجل متواضعا، قال له ليس إلا ما رأيت، يعني أنا ليس عندي شيء إلا ما رأيت. فلما انصرف عبد الله ناداه تذكر شيئا ما، قال ليس إلا ما رأيت غير أنني أبيت وليس في قلبي أو في صدري شيء على أحد، يعني لا أحسد أحدا ولا أحقد عليه. فعبد الله بن عمر قال له بهذه بلغت، هذه الصفة هي التي بلغتك الجنة،
أنه يبيت الإنسان متخلصا من جميع العواطف والمشاعر المحرمة. هذا بالنسبة للأجر والثواب. لكن أيضا بسبب ما ينعكس الأمر على الإنسان، معروف أن المشاعر السيئة المحرمة أول ما تحرق صاحبها، يعني هي أول ما بيكتوي بنارها من؟ صاحبها. الإنسان الذي يحمل الحقد والحسد هو معذب باستمرار، كلما رأى نعمة ساقها الله إلى الناس في مال أو ولد أو أهل أو بيت أو شيء يكتوي قلبه بنار الحسد والحقد. لكن بالنسبة للإنسان الذي لا يحمل في صدره إلا الحب للناس، هذا منعم. منعم بمعنى أنه كلما تجددت نعمة على إنسان، نعمة في البدن، نعمة في المال، نعمة في البيت، يصر بذلك. فإذا العواطف السيئة هذه أول ما تعذب صاحبها، بتعذب صاحبها. فالإنسان المتخلص من هذه الجوانب بيكون أكثر توافقا نفسيا وأكثر سعادة، هذا الأمر لا شك فيه. طيب الآن ننتقل إلى موضوع البناء الجسمي. البناء الجسمي في التربية الإسلامية لم تغفل البناء الجسمي. جسم الإنسان كما تعلمون هو المحتوى، هو الصندوق الذي يكون فيه جميع مكونات الإنسان، فيه كل الجوارح، السمع والبصر والعقل والفؤاد، فيه كل مكونات الإنسان، حتى الروح عندما تكون حالة في الجسد يكون الإنسان إنسانا كريما، إنسانا واعيا مبصرا. فهذا الصندوق الذي يحوي كل هذه الأشياء حري أيضا بالعناية والرعاية، لأن تلف هذا الجسم يتلف بسببه العقل والروح والمزاج عند الإنسان. يعني شوف الإنسان لما بيمرض يكون عنده ألم شديد، لا يؤدي العبادة بشكل صحيح، أيضا لا يركز في الأمور الناحية العقلية عنده بالشكل السليم، لا يؤدي العلاقات الاجتماعية مع الناس بالشكل الصواب، حتى الحواس عنده بتتأثر، السمع والبصر وغير ذلك، قبوله للناس إلى غير ذلك. فالبدن حري كذلك بأن نعنى به، ولذلك كان هو جانب من الجوانب المهمة جدا التي يعنى بها الإسلام وتعتني بها التربية الإسلامية. ما أهم الجوانب التي يظهر من خلالها أن التربية الإسلامية تعنى بالجانب؟ الكلام فعلا عن موضوع النظافة والطهارة هذا موضوع مهم جدا في الإسلام، حتى أنه إذا فتحنا أي باب فقهي نجد الباب الأول دائما في الفقه الطهارة. ليه؟ لأنه عندنا العبادة التي نؤديها بشكل يومي في اليوم عدة مرات، هذه لا تصح إلا بالطهارة والنظافة. فالإسلام يعود الإنسان على أنه إذا أقبل على ربه، والإقبال على الله سبحانه وتعالى يكون أكثر من مرة، 5 مرات في اليوم والليلة على الأقل بالنسبة للصلاة، غير النوافل. لو أراد أن يتنفل أو يقرأ القرآن هذا أيضا يتوضأ ويتطهر. فبالتالي الإسلام عني بهذا الأمر عناية كبيرة جدا. هذا الحديث يبين أن الحق اللازم أو الواجب هو في كل 7 أيام، بمعنى أنه الإنسان يأثم إذا لم يغسل ويطهر جسده في كل 7 ليالي. يعني ليس المقصود هذا الحد الأقصى، لا، وإنما الحد الأدنى. لكن يسن للإنسان ويفضل له ويستحسن أن يتطهر في أي وقت شاء، يتنظف ويتطهر، وهذا شيء الإسلام أكد عليه في عدة مناسبات أخرى. غير ذلك يضاف إليه موضوع الطيب، يعني هو شيء فوق التطهر كمان. يعني الإنسان يطهر بدنه وينظف جسده ثم يتطيب، يطيب ريحه كذلك، وهذه من الإسلام ومن التعليمات الجميلة. والكلام في الطهارة الحقيقة كلام واسع جدا، إنه الإسلام أكد تماما على موضوع الطهارة. والإنسان المسلم لو طبق ما يطلبه الإسلام منه لكان أنظف الناس على الإطلاق وأكثرهم طهارة. يعني نحن نحمد ربنا سبحانه وتعالى إنه موضوع الطهارة عندنا أصبح جزء من العبادة، والإنسان يحرص على أن ينقي نفسه. هذا الكلام في كثير من الثقافات، حتى في البلاد الغربية، في بلاد الغرب، في الثقافة الغربية هذا الكلام ليس موجودا، يعني لا يدققون عليه كثيرا، لأنه ليس هناك صلاة وليس هناك عبادة يشترط فيها الطهارة إلى آخره. الشيء الثاني
الأمر الثاني المتعلق بهذا الجانب. كلام يعني برضو صحيح ويصب معنا في العناية بالبدن. الإسلام اعتنى كذلك بالبدن في موضوع تقوية الجسم، يعني كل ما يقوي الجسم، الأصل أن الإنسان يفكر، كل ما يقوي البدن هذا يعتبر مشروعا من الناحية الإسلامية ومطلوبا بالنسبة للإنسان. لكن في هناك مبادئ عامة، أن القرآن الكريم يقول إن خير من استأجرت القوي الأمين، يكون إضافة إلى الأمانة، أمانة الأخلاق يكون برضو في الجسد. نفس الشيء النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، أشار إلى الإنسان أن يكون قويا في عزيمته وفي بدنه وفي إيمانه وفي أخلاقه. هذا الإنسان القوي خير وأحب إلى الله، يعني هو أحب إلى الله وفي نفس الوقت خير للناس، يعني هو بيكون أنفع للناس، لأنه عندما يكون قويا يبذل لهم ما يستحقونه من واجب النفع. لكن إذا كان ضعيفا يقصر في مثل هذه الحقوق، فلذلك كان خيرا وأحب إلى الله سبحانه وتعالى من المؤمن الضعيف. قال وفي كل خير، بمعنى أن كليهما لم يخرج عن دائرة الإيمان، مؤمن، لكن المؤمن القوي بيكون أنفع إلى الناس وأحب إلى الله سبحانه وتعالى. الآية وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. القوة بتتناول قوة البدن عن طريق التدريبات الرياضية، عن طريق تقوية الجسم، عن طريق أمور كثيرة. كل ما يقوي الجسد يعتبر من الأمور المطلوبة في الإسلام. غير ذلك، غير هذا، عندنا أشياء يعني أخرى. أيوة، كلام كويس، وهذا متعلق بموضوع تنظيم الطعام والشراب. يعني الطعام والشراب لا شك أنه من الطيبات، لكن الطيبات مثلها مثل أي شيء في حياتنا يحتاج إلى توسط واعتدال وتوازن. عندما نتناول الطعام والشراب الأصل أن يكون هناك توازن، هناك توسط، هناك اعتدال. إذا كان الاعتدال لدينا في الإسلام مطلوب في العبادة، العبادة نفسها مطلوب فيها أن يعتدل الإنسان دون إفراط ولا تفريط، دون غلو ولا تقصير. فالطعام والشراب نفس الطريقة، يعني متى يكون الطعام والشراب يورث الإنسان الصحة والقوة؟ إذا كان بحساب وبقدر وبتوازن واعتدال دون إفراط أو تفريط. الإنسان إذا أهمل ذاته فلم يتناول من الطعام ما يكفيه، ما يقيم جسده، ما يقويه على النشاطات التي يقوم بها، يضعف الجسم. كذلك المبالغة في الطعام والشراب، إنه دائما يملأ البطن، لا يرتاح إلا إذا كان بطنه مملوءا تماما، والعوام بيكون أوتوماتيك على طول، كل ما نقص شيء يريد أن يملأه بالطعام والشراب. هذه أيضا مصيبة من نوع آخر، الإسراف في موضوع الطعام والشراب. صحيح أنه طيب، لكن الإسراف فيه والإكثار يؤدي إلى نتيجة عكسية، يعني وقد يشل جسم الإنسان ويصيبه بالعديد من الأمراض، أقلها يعني عدم النشاط والشعور بالخمول والنوم الطويل، وربما بعد ذلك يورثه كذلك أمراضا معينة كالضغط والسكر وغيره من أمراض البدانة المعروفة. فالإسلام أكد على قضية التوسط. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، يعني الأكل والشرب مطلوب لكن دون إسراف، دون إسراف. المبالغة في الطعام والشراب أضرارها الحقيقة أكثر من قضية التقليل من الطعام والشراب. الإكثار، لأنه نحن بذلك نرهق الجسم، نرهق الجسم. الجسم ميال أنه يتخلص حتى من الزوائد في الأصل، لكن لو زاد الإنسان عن الحد
بالتأكيد سيضطر الجسم إلى تخزين هذه المواد الزوائد وتكون معطلة لوظائف الأعضاء عند الإنسان، وبيكون لها أضرار كثيرة بالنسبة للإنسان المسلم. غير ذلك أيوة كلام سليم. يعني الجانب البدني يعني في الإنسان، الخالق عز وجل عندما يشرع هذا خالق، والخالق أعلم بمن خلق، فلم يغفل أي طاقة خلقها الله سبحانه وتعالى في الإنسان، لأنه مشرع بيضع له نظام معين، وهذا النظام يجب أن يتناول جميع الأمور الأساسية والمهمة في حياة الإنسان، ومن ذلك طاقة الإنسان الجنسية وميله إلى الزواج وبناء الأسرة، هذه فطرة في الإنسان وشيء أصيل مغروس في الإنسان. بالتالي الإسلام لم يغفل هذا الأمر، وفي نفس الوقت تعامل معه بطريقة جميلة جدا، طريقة تعكس التوازن والتوسط والاعتدال اللي موجود في الإسلام في كل خصائصه، أنه بيأمر بالتوسط والاعتدال. ودائما التوسط والاعتدال كما قلنا سواء كان في الطعام والشراب أو في العبادة أو في العلاقات الاجتماعية بيكون هو الأمثل والأفضل دائما، بينما المبالغة في الأمر زيادة أو نقصا هذا بسبب ضرر على الإنسان. نفس الشيء الإسلام تعامل مع هذه الطاقة اللي موجودة في الإنسان، أولا لم يتنكر لها ولم يجعلها من الجوانب الشيطانية أو الجوانب المتدنية في الإسلام التي لا تستحق التقدير كما فعلت الكنسية عبر قرون طويلة جدا، اللي كانت تنظر إلى هذه الطاقة أنها طاقة شيطانية، وبالتالي الأصل أن الإنسان يقمعها ويحرم نفسه منها، وهذا الشيء الذي رفضه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرناه في صفة التوسط والاعتدال لما تكلمنا عن التربية الإسلامية، اللي بعضهم قال أما أنا فلا أتزوج النساء، فرفض النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال أما إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، وذكر صفاته صلى الله عليه وسلم ومن بينها قال وأتزوج النساء. فإذا لم يتنكر لها، لم يقمعها، لم يغفلها، لكنه اعترف بها وأقرها، لكن في ذات الوقت لم يترك الفرصة للإنسان أن يشبع هذه الطاقة بأي شكل من الأشكال وعلى أي وجه من الوجوه وفي أي وقت من الأوقات، وإلا بيصبح الإنسان كالحيوان تماما، لا فرق بين الإنسان والحيوان. الحيوان إذا أحس بهذه الطاقة يشبعها في أي وقت وعلى أي وجه ودون مراعاة، ليه؟ لأنه حيوان أعجم ليس لديه عقل. فالإسلام قال للإنسان لا بأس، هذه طاقة مخلوقة في الإنسان وبالتالي ينبغي أن تشبع، لكن بالطريق النظيف المقنن الذي يحترم قيمة الإنسان وكرامة الإنسان، وتكون بالكيفية التي تليق ب سيادة هذا المخلوق. المخلوق هذا الإنسان سيد في الأرض وخليفة الله سبحانه وتعالى، ومن هنا اختار له الطريقة المشروعة النظيفة التي لا تؤدي إلى فوضى ولا تؤدي إلى مشكلات صحية أو اجتماعية أو نفسية أو غير ذلك. اختار له الطريق المعتاد وهو طريق الزواج بالشكل الواضح، وهو الأسلوب الوحيد في الإسلام الذي يستطيع من خلاله الإنسان أن يشبع هذه الطاقة. إذن هو لم يتنكر لهذه الطاقة ولم يقمعها كبعض الفلسفات، وفي نفس الوقت لم يتركها إباحية كاملة بالنسبة للإنسان كما فعلت بعض الثقافات الأخرى، والتي جنت من ذلك ثمرات مرة كبيرة يعاني منها المجتمع اليوم. يعني يمكن يكون بعض الناس كانوا بيفكروا أنه قضية أنه إذا منعنا الناس من إشباع هذه الغريزة إلا بطريق الزواج ربما هذا يؤدي إلى فوضى وإلى ردود فعل منعكسة وكذا وإلى آخره، لكن اللي حصل الذي حصل أنه أكثر المجتمعات يكون فيها الإباحية والحرية الكاملة في إشباع الغريزة الجنسية عند الإنسان هي أكثر المجتمعات التي فيها جرائم متعلقة بهذا النوع من السلوك. يعني هم كانوا بظنوا أنه الإنسان هذا القمع ولو احنا اجبرناه على انه كذا طيب يمكن يمر عليه فترة لا يستطيع ان يتزوج يمكن كذا، فاذا الحل ايش؟ خلوها يعني اباحية كاملة، واذا تمت الامور بالتراضي القانون لا يحاسب على ذلك، وهناك دور
أصلا مفتوحة لهذا الغرض وكذا، ظنا منهم بأنه إذا كان الناس نفست هذه الطاقة وأشبعتها بالتالي حنرتاح من كل الجرائم المتعلقة بهذه الأمور، حنرتاح من قضايا الاغتصاب ومن قضايا الأشياء المتعلقة بهذا الجانب. فتبين العكس تماما، تبين أن المجتمعات التي أطلقت الحرية بالكامل كل ما كانت المجتمع إباحي أكثر الجرائم المتعلقة بهذا الجانب كانت نسبتها أعلى، وهذا دليل على أنه بالفعل ربنا سبحانه وتعالى لما بيشرع شيئا لا يشرعه عبثا، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فكانت الأمور الحل بهذه الطريق. لكن الإسلام طبيعي ليس مع أعراف الناس، يمكن بعض الناس يقول ما هي الزواج برضو تكلفة والزواج كذا، هو الزواج أصبح تكلفة وأصبح صعبا بسبب العادات والتقاليد الجاهلية، بكل وضوح وصراحة يعني بسبب العادات والتقاليد الجاهلية التي ينتهجها الناس. الناس لا تطبق الإسلام في هذا الأمر، الأصل إنه الإسلام يسر هذا الجانب تيسيرا كبيرا جدا بحيث لا يكاد، خلينا نقول لا يكاد يكون له تكاليف تعد، يعني اكتفى فيه بأدنى الأمور. يعني أمر الإسلام بقضية إنه الاقتصاد والتقليل ما استطعنا في المهور، التقليل ما استطعنا في قضية تكلفة الحياة سواء البيت وإعداد البيت أو كذا، في النفقات، في كل شيء، على أساس يفتح هذا الباب للناس بحيث يشبعون هذه الغريزة التي تعتبر بالفعل كالمواد المتفجرة، إن لم تشبع بالطريقة الصحيحة ممكن تؤدي إلى مشكلات كبيرة جدا في المجتمع وإلى انحرافات سلوكية هائلة. فالإسلام غير مسؤول عن تصرفات المسلمين الجاهلية التي تخرج عن تعاليم الإسلام في قضية المبالغة الشديدة في قضية المهور، وهذا بيؤدي أحيانا إلى تأخير سن الزواج إلى فترة طويلة، متى يتخرج الطالب ومتى يشتغل ومتى يعني يجمع المال المطلوب لهذا المشروع الضخم، أصبح مثل مشروع بناء البيت، يعني يكاد يكون يكلف أموال هائلة جدا. بالتالي المشكلة نحن الذين صنعناها وليس الإسلام. الإسلام بالعكس مع التيسير. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لبعضهم التمس ولو خاتما من حديد. خاتم الحديد قديش يعني سعره بده يكون؟ بعضها بنباع بشيكل واثنين شيكل. زوجتكها بما معك من القرآن لبعضهم اللي قال أنا ليس معي شيء، لكن سنة الحياة تمشي بهذه الطريقة. لكن اليوم المشكلة إن الناس بتشكو، لكن هم أسباب هذه الشكوى بسبب كثرة التكاليف الباهظة التي تطلب في المهور وفي التكلفة وفي إعداد البيت، والمسألة صارت صعبة جدا جدا بهذه الطريقة. أي نعم. والمناسبات التي ابتدعها الناس وأكثر منها كمان كلها تقع في حد في جهة التكاليف هذه الضخمة اللي بتطلبها الزواج. لا، الأصل أن يكون الزواج أيسر من ذلك بكثير. طبيعي الإسلام أكد على نقطة أنه الذين لا يجدون نكاحا الآن ليس عنده وقت، الحل إيش؟ هل الحل أن يقع مثلا في الزنا؟ لا، الحل أن يستعفف، أن يستعفف. القضية هذه بتنطبق على أشياء كثيرة، يعني مثلا الإنسان الفقير الذي ليس معه مال، هل من المنطق أنه يسرق ليكون معه مال؟ مستحيل أنه يذهب إلى الحرام لكي يشبع، لا، يصبر ويصابر ويبحث عن عمل إلى أن يغتني. نفس الشيء في كل شيء من هذه الأمور. نفس الإنسان اللي الآن لا يجد نكاحا، الأصل أنه يستعفف ويصبر ويحتسب إلى أن تتاح له الفرصة الحلال. مش الحل أنه وزي ما قلنا يمكن معظم مشاكلنا في قضية التأجيل هذه راجعة إلينا نحن مش إلى الإسلام. الإسلام بالعكس ييسر هذا الأمر إلى أبعد حد، يعني هذه الأمور ميسرة إلى أبعد حد، لكن نحن الذين نعقد الأمور وبالتالي نجني ثمرات خروجنا عن التعليمات الإسلامية. فيما يتعلق بالبناء الإبداعي، المقصود بالبناء الإبداعي هذا بينطلق أنه ما منا من أحد إلا ولديه أشياء يمكن أن يبدع فيها، يعني لا يكاد يخلو المجتمع من الأفراد الذين لديهم جوانب معينة في الإبداع، ولا يكاد يخلو فرد كمان من جوانب معينة من الإبداع، لكن هذه تحتاج إلى بحث واكتشاف وبعد ذلك استثمار واستغلال وتطوير، ويكون في محكات معينة عندنا تظهر هذه الميول الموجودة. لكن كل إنسان منا
أكيد عنده ما يتميز به، عنده شيء يتميز به. فالإبداع مطلوب جدا في حياة الأمة. وفي العادة الأمم والحضارات تعيش على أكتاف المكتشفين والمبدعين والمبتكرين من أبناء الأمة. أي أمة بتعيش على أكتاف هؤلاء الذين يقدمون ابتكارات، اللي بيقدموا اختراعات، اكتشافات جديدة، تطوير أشياء موجودة. هؤلاء هم الذين يقودون النهضة في أي مجتمع من المجتمعات. طبيعي الإبداع له علاقة بموضوع شعور الإنسان بالتناسق والجمال والحرص الإنسان على ذلك. هذا الكلام بيولد الإبداع وبيدل على أنه في عند الإنسان ملكات إبداعية معينة. دعونا نتكلم كيف التربية الإسلامية، ما الذي فعلته في سبيل البناء الإبداعي. نعم. تسرحون. الكبر وغمط الناس. كلام صحيح. يعني أول نقطة بنلاحظها، لو قرأنا القرآن وتدبرناه، لو نظرنا في أحاديث السنة، لوجدنا أن الإسلام يحرص على إثارة الحس الجمالي لدى الإنسان. كيف يعني إثارة الحس الجمالي لدى الإنسان؟ إنه الإنسان يتذوق، يشعر بمظاهر الجمال من حوله، حتى في الأمور التي لا يكاد يظهر فيها مظاهر الجمال أصلا. ليش الإسلام لما بيقول ولكم فيها، أي في الأنعام، جمال حين تريحون وحين تسرحون؟ بعض الناس قد لا يرى هذا الجمال أساسا، لأنه بيقول لك إيش يعني دواب هذه نركب عليها لا. لكن العربي كان في القديم يعتبرها من مظاهر الجمال، عندما يسرجها يضع عليها السرج المزركش الملون، ولهم فيها فنون معينة وكذا، فبالتالي بيرى فيها جمالا. يعني حتى في الأمور التي لا يكاد يظهر فيها مظاهر الجمال، لا، لفت نظرنا الإسلام أنه فيها جمال. فما بالكم بالأشياء اللي أعلى من ذلك؟ بالتأكيد الإسلام بيّن الجمال اللي موجود في السماوات وفي الأرض، في النبات، في الطيور، في شتى أنواع الأمور التي تقع عليها عين الإنسان. عليه أن يشعر بالإبداع، بالتناسق، بالنظام، لأن الجمال له عدة مظاهر. يعني الجمال ممكن يكون جمال مشهد أو مظهر، ممكن يكون جمال تناسق ونظام. التناسق والنظام أيضا بيخرج جمالا متميزا. ممكن يكون الجمال يأخذ عدة صور. فالإسلام لفت نظر الإنسان لكي يوقظ عنده الحس بالجمال. الإنسان الذي ليس لديه حس بالجمال هذا إنسان متبلد، والأصل أنه الإنسان يحس بالجمال. ولذلك لما ربنا سبحانه وتعالى أمر المؤمنين والمؤمنات بغض الأبصار، هو أمره لماذا؟ لأنه هذا فيه اعتراف ضمني أن ما يشاهده سيكون فيه جمال ملفت، وبالتالي ممكن أن يفتن كمان إلى حد الفتنة، ولذلك أمرنا بغض البصر. فلازم نفهم نحن الكلام في القرآن والسنة على هذه الشاكلة، ونستخرج منها المعاني المبطنة. ولا لماذا لو كان الإنسان مثلا لا يميز الجمال ولا يفرق عنده الشيء الجميل من القبيح، وإلا لما أمرنا الله سبحانه وتعالى أصلا بغض الأبصار؟ لأنه معلوم أنه الإنسان بعدين النقطة الوحيدة اللي الإسلام أمر بغض البصر فيها هي النظر إلى الإنسان نفسه، رجلا كان أو امرأة. لكنه لم يأمر بغض البصر إلى الطيور مثلا الجميلة، أو إلى النباتات الجميلة، أو إلى أمواج البحر المتكسرة في وقت الأصيل، وبتنبعث عند الإنسان مشاعر برضو جميلة جدا. ليش؟ يعني كأن الإسلام يقول بالعكس، الإنسان ممكن يكون أكثر جمالا من كل هذه الأشياء، وبالتالي أكثر فتنة من كل هذه الأشياء، ومن هنا على الإنسان أن يعني يغض بصره لئلا يفتن. طيب بعد هيك في أشياء التربية الإسلامية كيف تعمل علشان هذا الموضوع بالذات. أيوة. كلام صحيح. المطلوب أنه إضافة إلى ما سبق أن تكتشف هذه المواهب، الميول الابتكارية، الاستعدادات،
القدرة على أنه الإنسان يخترع أو يبتكر أو يكتشف. المفروض هذه أن تكتشف من فترة مبكرة، يعني في المراحل الأساسية العليا وما بعد ذلك تكتشف هذه المواهب ثم تستثمر وتستغل. لأنه زي ما قلنا ما فيش إنسان إلا وعنده أبعاد جمالية أو مواهب في الإبداع والابتكار في بعض الجوانب، فبالتالي علينا أن نكتشف هذه الأمور ثم نوجه كلا بحسب ما يمكن أن يتقنه. الأصل أنه في واحد مثلا متقن في جانب معين، فلماذا نحن نثقل كاهله بمواد كثيرة جدا؟ الأصل أنه نوجهه على طول إلى هذا التخصص، ونحاول أن نثري هذا التخصص في حياته، ونخفف عنه حتى من المواد الثانية التي لا يستفيد منها كثيرا، لكي يبدع ويبتكر ويكتشف ويسير سيرا جيدا يخدم نفسه ومجتمعه في النهاية. غير ذلك عندنا أمور يعني أخرى في الموضوع. أيوة. يعني الآن نتكلم عن ممارسة، نتكلم في الأول عن اكتشاف ميول وابتكارات ثم توجيهها، بعد هيك المفروض يكون في ممارسة، لأن الإنسان الذي يريد أن يبتكر أو يكتشف عليه أن يمارس من خلال المعامل والتجارب الممارسات المعينة لكي يصل إلى درجة الإتقان. والرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك في الحديث الواضح، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، ألا يؤدي العمل بالحد الأدنى، هاي المقصود، وإنما يؤديه بالحد الأقصى، حد الإتقان، حد الإبداع، حد الإحسان. وربنا سبحانه وتعالى لما قال وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، أحسنوا يعني أتقنوا، جودوا أعمالكم بهذا المعنى. فهذا شيء مقصود ومطلوب في الإسلام. غير ذلك في الأخير، تشجيع الفن الهادف. طبيعي الفن الهادف هنا المسألة ليست مفتوحة، لأن الفنون دخل منها اليوم غثاء كثير جدا أضر بالأمة. الفنون المفروض أن يكون فيها تفصيل، هناك فنون يمكن أن تكون نافعة ومفيدة، فإذا كان الفن كما يقولون في خدمة القيم، في خدمة الأخلاق، في خدمة الإنسان، في خدمة الإبداع، في خدمة الاختراع والاكتشاف والبناء والنهضة بالمجتمع، فهذه الأنواع من الفنون جائزة ومطلوبة. لكن إذا كانت بعض ألوان الفنون تحطم القيم لدى الإنسان، أو تساهم في انحراف الإنسان، أو تساهم في تدمير رجولة الإنسان بحجة أنه هذه فن، بيسموه بعض الناس الفن الهابط اللي بيهبط بعزيمة الإنسان وبسلوك الإنسان وأخلاقه، هذا في الإسلام لا وزن له، والأصل أن يحارب. إنما الفن الذي ينتجه الإنسان، الإبداع اللي بينتجه الإنسان، الأصل أن يكون إبداعا هادفا غير منفصل عن حياة الإنسان ونفع الإنسان. فالفن هو وسيلة في النهاية وليست غاية، لكن إن كان وسيلة لتنمية الإبداع، لإشعار الإنسان بالجمال في هذا الكون، لتقوية إيمان الإنسان، هذا الكلام ممكن جدا يكون مطلوب والإنسان يؤجر عليه، وبالتالي بيدخل في كل أنواع الفنون التي لا محظورة شرعيا فيها. أنواع الفنون اللي ما فيش فيها أي محاذير شرعية، هذه بتدخل في هذا الباب، إنه مطلوبة وربما تساهم في تنمية الحس والذوق الجمالي عند الإنسان، لا بأس بذلك، هذا شيء مطلوب. لكن قضية الفنون اللي بتشجع على الرذائل أو تنشر الخرافات أو السلوك المنحرف، فهذه أمور الإسلام يمنعها بالكلية. للأسف أنه كثير من فنوننا في هذه الأيام من مسرحيات وتمثيليات وأفلام وغير ذلك مما يعرض ويسمى فنا، هو بيكون من باب الأمور التي تدمر حقيقة الإنسان، بالتالي الإسلام يقف منها موقفا صارما، لأنه الإسلام أهم ركيزة عنده الإنسان، أي شيء ممكن يحطم أخلاقيات أو سلوك الإنسان الوقفة بتكون صارمة جدا إنه ممنوع، وأي شيء يساهم في تطوير الإنسان والارتقاء به علما أو أخلاقا لا شك إنه هذا شيء بيكون مطلوب في الإسلام. في آية ورد ذكرها
خلينا نقرأها ونشوف إيش بترتب عليها. تمام، يعني هذه وردت في نبي الله سليمان عليه السلام، أن ربنا سبحانه وتعالى سخر له الجن يأتمرون بأمره ويفعلون له ما يشاء، فكان من بين الأشياء التي سخروا له فيها أنه يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان. المحاريب إما المراد بها المصليات، الأماكن التي يصلي فيها الناس، المساجد، وإما أن يراد بها القصور، لأنه بتأتي بهذا وهذا المعنى، أنه يصنعون له قصورا ومساجد، أماكن للعبادة، وتماثيل، والتماثيل هي التماثيل التي نعرفها، أي يصورون مثلا الكائنات الحية على هيئة مجسدات معينة، مجسمات. وهذه قال العلماء إنها كانت في أيامهم مباحة، لم تكن محرمة، وبالتالي كانوا ينحتون شكل أسود وشكل طيور وكذا من هذا الباب. وجفان كالجواب، يعني أوعية ضخمة جدا، الواحدة بتكون كالجابية جمعها جواب. وقدور الراسيات، قدور كذلك للطبخ وللطعام، راسيات بمعنى أنها ثقيلة جدا وواسعة جدا، لأنه هذه من عمل الجن. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور، آخر الآية. واضح أنه الشكر يكون بالعمل ولا يكون فقط بالقول. يعني كثير من الناس للأسف لما تأتيه نعمة أو بيكون هو صاحب نعمة يقول بلسانه نحمد الله ونشكره، لكن في ذات الوقت هل هو يؤدي ما عليه من حقوق في مثل هذا المال؟ هل هو إنسان طيع أو صائم أو مصلي أو حاج أو كذا؟ بتلاقي الالتزام عنده ضعيف جدا، فقط المسألة مسألة لسان نحمد الله ونشكره. لا، هو الشكر بالذات يبرهن عليه بالعمل، بدليل هذه الآية اعملوا آل داود شكرا، يعني الشكر يكون بالعمل، هو الذي يبين أن الإنسان شاكر. وقليل من عبادي الشكور، أي قليل من عبادي الذين يشفعون الحمد باللسان ثم يضيفون إليه الشكر بالعمل، والعمل هو الذي يبرهن على صدق الإنسان في شكره. عندكم شيء تضيفونه الآن؟ طيب، إن شاء الله تعالى بنلتقي في المرة القادمة مع بداية فصل جديد إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.